وقداد يتوالينا في قداد يتوالينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في اللون مرحبا سيسون أريق متذيان تساقي الساقي ذا سف ذا زوارون الشهر مايو 2016 يعني كل أسقوس المايو ذاك مزوارون شهر يتسيلي العيد يقداش العيد يخدم من ثم سلتقيت في ذاد ذي ثمناط الماريكان ذي 1886 تجمعيث يخدم من دي فغن خاصة ذي ثمناط شيكاغو سوالن أفيزر فانسن يفقد من بعد 11 سنة باللي ذي غان اللمان يخدم البومبا يعني خطر لوقت اللي غان اللمان ذي الماريكان ميطفان ثربع ثقي خدام من نغان تقريبا 11 واحد يعني الطاش اكتوا جرحا أكثر المئات اكتوا جرحا ميس نيون خدام يعني دي جان طابرات فبازي قموثن قرند باللي أول مايو هذه لي يعني ذي العيد يقداشن الساقي نبغى نمسليه في هذه قداشن تمورث الجزائر إلى حقد الخبر الطاس وكذلك فان ذي 18 تمورث الجزائر تبقايث الجزائر العاصمة نصلها أيضا يعني لحقد الخبر سي 18 قسنطينة باللي بمذان يكسع 30 سنة ديال عمريس يسحر قمة نيس يعني أميك العيد أما الساقي أنسل باللي أمذان ذي تمورث الجزائر وقد شارى يطلب في زرفين باش هذا يخدم يحرق إيمانيس السجد نوي كريم مسنون يعني غدف كن الراين سن ثم غني سن ثم سينا متاقي النوح سين في جيم زوارو الأستاذ كمثنا صالح دبوز أدنى رحب سيس. السلام عليكم الأستاذ صالح دبوز. وعليكم السلام. مرحبا بك الأستاذ. يعني كيف تصفون هذا اليوم يوم 1 ماي 2016 عيد العمال في الجزائر فيما يخص يعني حقوق يعني العمال والأجور تاعهم وما يترتب يعني الحالة الاقتصادية في البلد؟ ولن احنا رانا نعيشوا هذا اليوم معنا يعني وتوتسانسيريتي نعيشوا هذا اليوم جو ديري انا بحزن. ليش؟ لان بوركوا باسكو كاين ليروزيون تاع تو لي دروا كي كاع الترفيات اللي صراو من انا جو ديري من قبل الاستقلال الى بدايه الثمانينات تاع العمال والحقوق الاجتماعيه كل هذه الحقوق رانا نلاحظوا باللي راهي تتنح بالعقل كل يوم احيانا بنصوص قانونيه اللي تشرع باش تعتدي على حقوق العمال واحيانا بتوظيف العداله والامن باش السلطه القائمه تمنع العمال من ممارسه الحقوق المكرسه بموجب الدستور وقوانين الجمهوريه والاتفاقيات الدوليه. دونك انا بيرسونيلمون جو في سا افيك بوكو دو تريستيس سورتو لما نشوفو. انا البارح كنت نحكي مع واحد من الخبراء في الاقتصاد يدير بعد تحليل لميزانيه الدوله يدير استنتاج بانه استنتاج اللي انا يعني فريمون صدمني ديالنا يمكن بالامكانيات الموجوده الان باش يكون بعد توزيع هذه الميزانيه باش يكون الاجر الادنى لو سميك تاع الموظفين هو على الاقل 10 ملايين سنتيم يعني 100,000 دينار جزائري. اذا كان هذا الشيء صحيح ولا كان قالوا خبير ولا اعتقد ان خبير يروح يجلس ويعطي ارقام هكذا فاعتقد ان رانا نعيشوا نظام استعبادي راه النظام القائم الان يقتل يقتل يعني العمال الموظفين الطبقه المتوسطه وبهذا الاسلوب راح نروحوا للوضع الاجتماعي صعب جدا وراح ندخلوا ازمه اجتماعيه يعني عميقه جدا ومانيش عارف كيفاش يمكن باش نصلحوا هذه الاوضاع. الاستاذ دبوز يعني احنا نسمع الاخبار في الجزائر بناء مسجد يعني بمليارات الدولارات يعني كونستروي الموسكا بيك دي مليار دولار. الجزائر يعني سمحت الديون لبعض الدول في افريقيا تقريبا 5 ملايير من الدولار ولا كوريبسيون يعني كاع الامور هذو. واليوم لحقنا الخبر يعني من قسنطينه عاصمه يعني ثقافه وين تصرف اموال فيها يعني
نعرف يعني باللي تقريبا 1,400,000 مشغالين في الجزائر يبحثون عن شغل. فيه شاب يعني تقريبا 30 سنة في عمره في قسنطينة، والناس اللي كانوا حضروا يعني قدام مقر الولاية كتبوا دي سلوغون، يقول لك لو برومي مي ني باز ان جور دو فات بور نو مي ان جور دو دوي. يقول لك نو ميليترون جوسكا لوبتونسيون دان امبلوا، يعني يبحثوا على شغل. ولحقنا اليوم هذا وين الانسان يعني يطلب الحقوق تاعو، ولكن يعني مؤسف ان واحد شاب 30 سنه يحرق روحه يعني. والله ما ادري اذا سمعت بالخبر هذا الاستاذ، يعني ايش رايك؟ لا انا ما انا ما انا ما سمعت، انا سمع فيه انا سمع فيه الان، ولكن اصبح عادي جدا ان الشباب الجزائري يحرق روحه والسلطه لا تتحرك. انا حبيت نعطي انا يعني اولا اتاسف، ثانيا وشاطر راي الناس اللي يقولوا الجزائريين يقولوا هذا اليوم مش يوم عيد ولكن يوم حزن، واليوم يعني سي ان جور دو داي. ولكن نضيف الارقام اللي مديت انت الشيء اللي هو اخطر، يعني دائما استناد على هذا الخبير اللي قال هذا تحليل ميزانيه الدوله، تصوروا بان يعني 33% من ميزانيه الدوله اللي راهي تروح بور كوفرير لي شارج سيكوريتير، يعني نعم الامن والجيش والشرطه وهذا الشيء، هذا 33% من الميزانيه راهي تروح لتم. فاصبحنا نعيش يعني مع نظام سياسي يصرف 33 تلك الميزانيه على اجهزه اللي باش تقمع الشعب. توجور سوريتم لازم هذا الخبير خبرنا ان منذ سنوات فقط كانت هذه الميزانيه تاع ما يسمى بميزانيه الامنيه بصفه عامه كانت لا تتجاوز 16%، الان اصبحت 33%، ولا مشينا في هذا الريتم راح نلحقوا منا على عامين ولا ثلاثه يولي نصف الشعب الجزائري مسلح باش يراقب النصف الاخر. وهذا موش مبالغ فيه، هذا يعني نشوفوا برك الميزانيه باش نعرفوا بلي رانا رايحين لهذا الاتجاه. هذا الشيء غير معقول. انا اقول بان اخطر من المصاريف اللي راكم، وهذا موش معناته هذيك المصاريف اللي راكم سرتوها من قبل باللي ماهيش مهمه، ولكن هذيك سي دي اون دير سي دي شارج كونجونكتيرال، مي سا سي دي شارج اللي راني نقول لك يعني نقدر نوصفوها بدي شارج يعني دائمه وتقعد دائما هكذا. ومع انخفاض اسعار البترول تخيلوا واش راح يصرى لنا. اذا جو بونس بلي سي با دي تو اكزاجيري كونت اون دي كو رانا عايشين هذا البرمي ماي يوم حداد، يعني مش يوم عيد. بارك الله فيك الاستاذ صالح دبوز. على كل حال اعتذرت لنا انت يا باللي راك يعني مشغول، ما نطولوش عليك بالاسئله. نشكرك يعني على المداخله الاستاذ دبوز، شكرا. نروح رقماتنا ماس عبد العزيز نور الدين سي ثمناط الجزائر، نرحب سي. السلام عليكم الاستاذ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا سي رقماتنا عبد العزيز. يعني مولا شغلي فسقي يغد مسلايض أم كانت سوالي ضساف أول مايو وين يعني أن إقداشن تمورت الجزائر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد قبل ما دنيني إقداشن أنا جات في الخدمة تاكد تم زوارس أنا جات في الخدمة باش هذه اليوم باش هذه العيد العمال. أولا وقبل كل شيء من ولي العمال كي في الجزائر والله العظيم هذه الحاله لا ترثى لها. اصبح باش هذيك هذه رصا هذه روحا هذه رصا خدم لازم هذه يبوس ما يليش دار كيس ما يليش دار ذي الحراش باش ما يليش دار براقي باش هذه روحا الجي هذه طف هذه طف لو بيس لو بيس ديارجو ديارجو. بون الحاله متدهوره. زرنا شنو مدري عيد العمال عيد العمال اني جات اني جات العمال كي اني جات العمال كي ما الا سان العدل الاسم ما الا سان بون سالير مقلص مي شركه المناوله سبوتنيك شركه المناوله لي جينيرو اصحاب النفوذ وكذا كي يكوبينيك الشركات العمال ما ديكش مليون باغ اكزومبل اجون سيكيريتي
هذه شمل الفالير مينس دي زويت خاطر الشركه المناوله لا بريمير تاين مينس هذه في الرونجاس 300 صافي شحال اسيفك 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 موان دي زويت الساكن الساكن بغانا تخدم لا مارش العمال بغانا تخدم لا مارش لا مارش قمعت قمعت لا بوليس بوينتن لقيت بون دي لومباساد من سوريا لومباساد من سوريا بغانا تخدم لنا تخدم لنا المينيفيستاسيون ذات لومباساد من سوريا في سميت في القدس القدس اللي حالك هاتني بوينت مية كديني ديني ديني ضمن ماجي كيخدم اكل بشار الاسد ولاش والله العظيم ما في لا والو الساكيون سبحان الله يمكن زيك نتولي كاكيون نتولي خرصو ما نتولي العمال اسم خدمة اسم كرمان وصغير غرابي لي سباد الحنية سليتوني نسم فتوراني ذاتنا وين كرموا العمال ما كرموني العمال اللي والو قيمن كان عيد العمال كاكي كان كاكي الحن كان اللي ذات العدالة الاجتماعية ولاش العدالة الاجتماعية ديال الجزائر كما محمد المثل عبد العزيز ام كيد يعني قداشن دي تمورت الجزائر الديواني في كاد كرا الحساب يعني عدنا 10 مليون اللي ناس 10 مليون 600 الف يعني ام كيد النيض الخلاصوت نكفو يرا خاصة ودي سعان تي وشولين ودي سعان رجل دي تمورت الجزائر يعني اشهر دنينا ام كيد النيض في كيك خدمنا را مليون ذا 400 الف فاكنك ديناك مثل عبد العزيز ام كانت سوليض يعني اتفروني قداشن وقي قداشن راه 1,400,000 الى حقنا هذا الخبر يعني سي 18 قسنطينة باللي بمذان يعني 30 سنه ديال العمر يحرق مانيس يعني يبقى راه في مانيس البترول الغاز يحرق مانيس يعني سي طري كراف لبرومي مي اش راه غادي نضيع في تمثال تاكاك مثلا في تونس بوسعيد يحرق مانيس مجرد دونيس ثورة وكما مدى بون سلاغ اللي ولي في النظر في النظر في يوني حرق مانيس ديك السنطينة ممكن والله مزالو مسلارة بصح بصح هكذا ماشي الظاهرة الأولى تضرب في الجزائر لكن انت توني جرح اتحرق من كيما ديك مانيس شاكو في تيارك من كان يوني حرق مانيس في خنشلة في خنشلة في يدك في الفيسبوك الزرام بثورة ماشي كان الحرق اللي ما نسم في اليوم في الظاهرة طري طري دونجور ما طوالي في تشينيا اسمي سان جان هاك ديني نروح غا ليترونجي هذه تشلحوت ولا يوكيون ولا يوكيون يوكيون هذا روح غا نتيني ثور هذا روح غا ديريكت اثني في القوارب بالموت اثني تنساتم كيسمس ديال البحر ديال البحر ولا ما لا الو تسلا كما فما هذا سر ماشي الظاهره الاولى والله العظيم ترى ذاك في الجزائر ما ديني ولي حرقي مالي نورمال كي غوري خاطر تولي جوري في الظاهره ياكي فما في الظاهره ياكي كي والله ما زعما نورمال خاطر في 2011 تولي الظاهره ياكي نحرقي مالي مثلاثني القوارب بالموت يا حسره لان الاجرام يقوى ديال الجزائر ترى يول ترى لا بوليس ما توليهمش تشو في الموت وتسكش ماري مانيس لازم الترجون مني لازم الولي الضحية أكد المتهم ما إلا يغليون يموت هذا هو المتهم النيفان خلو زرعت تموت هكيه والله العظيم انكرويابل شاكي بخالي فما بسوك خدم ياك يوكل يوكل جاير يفشل وفدونيس أني ذا ثورة هذا نفشمت الدوار ذي الزاويات مدى اسمس بني ويويا كان في التواليز هذا التلفزيون صحاب الزاويات الموالات هذا نروح الغرس وكان غادي صوفي الجزائر الجزائر مثل الذي بحبوها المالية والسوفايرا مثل الغرس 900 مليون دولار في 2011 الثورة صرفت 900 مليار دولار فما تخدم من 17 من نيويورك وخلي من والو شاكيب خالد يوكر وكي يوكر السعيد الشكر حداد سنطوالي غيرك فما الديارة تخدم التاريخ لي جينيرو سنيوك اسمي سليبور يوكنسن امبور اكسبور يوكنسن ماشي امبور اكسبور امبور ولاش الاكسبور فما خدم
جلسه بالاتشار يقولوا لي هدراره نورمال. الاعلام غرنا الاعلام اقسم بالله زرب زيد فرعون ما يقوم الدليل ليس ديال السحاره ثورة الدوله ما تبغى تقوم الدليل ليس تقوم الاعلام سمحي يا محمد عافيك توت ميريت بالمغاربيه فمر المغاربيه مشات لو سول الشريفه في القنوات من الجزائر. أكمتنا عبد العزيز يعني المسلية ديك دي الأستاذ صالح دبوز اللي نهضرك ديون يعني الخبير يون إكس عن ثم سنين يعني أنت مسلينا كي يعني تدريم تدي ديك تمنى رثمورة الجزائر يعني إلا يعني سوء التسير يعني مال جاستيوم كي راس الحون تدريم تاكي يعني وين يولين دي تمورة الجزائر تدريم تديك تمنى اللي راسير بيس عن يعني أخدام من سيد الأساس تمورة الجزائر يعني قداش ناكي أم كي راس تمورة يعني مليون و 400 الف بومدان وخدمنا رايا هل طارا سي تون كومبيتونس ناض الحاجه يعني اكتواخذ من سد الدم ناغ سي تون مال جاستيون امكي تولي تمثل دقيق مثل عبد العزيز. والله سي مالور يا جماعه محمد اقسم بالله سي مالور تفكر كان ان اكزومبل اتاسنتوال لي شينوايا كاينين لي بنغلاديش لي بنغلاديش اخذ من باقي البنغلاديش اكيد ها مالور هي 8 مليون بار موا الجيريان تاع مانوفر هي 2 مليون بار موا وزوج الفرق بينات نقول لك من سبحان الله العظيم ان الجيريان يغاد رخيص في الدول النينس في تموت النينس في تموت مليون ونص مليون شهيد فما هذا سيتان بروبليم وادي والله سيتان بروبليم اطوال الشينوي يتصاوب في غير شحال واحد 22 مليونير ان الجيريان مازال كيسمي فلوس مي توجور الحوت سميك سميك لازم سميك هذه هي ياك لي كونترولور دو ترافاي باغنو خدمنا هذا الخدمه نسم كان في نيق الرشوه ثورا ان كونترولور دو ترافاي مي لي اكسنا سوسيتي اش غادي يخدم هذه شكش مثل المعرفه منين يخدم باش يتحاسب على لي باترون الارض بالعمل لا قرب بالشركه تاعك باش ما يحاسبهمش هذا المحسوبيه الرشوه والله هذا عين صالح هذا عين صالح الى 60 كيلومتر فان صالح وفان امان بون انا الناس تخدم بالبايب باش تاون الثمر راسب لو بروجي في شينوا فراغ ما كيخدم لي زالجيريان تبروات تبروات يكفي سميث باش القمالة ديال القاعة يكفي لي بيينيو هذه يلحو ان اسكلاف ان الجيريا يغال ثاني اسكلاف فكيخدم بها الكابراز ممكن تغال تاكل ان شينوي هذا اللي تخدم الجيريا دي 60 دوغري سخانه فما فما يكسس لي تير كيس زيت برويق فما شحال يعطيلو 3 مليون بار مو سبحان الله انا الجيريا والله نطيحو به ديرك اللي تموت تمثل لا لي زيترونجي في كنس لي كرون بروجي والو يكمس الجامع مقران خسرهم فلاس لي مليار نسالو ليك ملاريا بزاف بوسيف الحراش بزاف الريحه مقل بروجي ميديا مقل هذا لي زيترونجي والله ما يخدموا والو هذا هو البروبليم في الشا فما زاكي الحكومه وتبغى تفكر فوسي لونساج اثني يقوى رقم دي كيسميس زعما في كنس الهيربيل الهيربيل اللي انتيردي غادي يلحو ديال المان داك اثني داغن لا مافيا يا قال لي جينيرو اثني داغن 14 مليون ثلاثة هي غال وقيلا 60 مليون اثني داغن 14 مليون سي لاشين داك غادي يبيعوه ب 70 مليون صحاب لونتاج فرق كلش امكي كتواليك مثلا عبد العزيز يعني اللي حاله ومتير رزدات يعني الحاله الاجتماعيه راه تقدم من رزدات دي مومون كو يعني السوم البترول صوب مليح يعني ويدي تبع يعني السوق ديال البترول هناك ولا قرنا نرجو باللي ارسلنا 2020 دي تقدم من البترول يعني هذه الحق على 50 ناك ولا قرا ترجم بين 2020 ولا قرا 50 يعني لو سيناريو راه تولي درزات الاحوال الاجتماعيه نال الحاله ومتى تدي تمورث الحاله الاجتماعيه والله متدهوره خاصه في الحاله اسم المعيشه ياكي والله والزمرضه زعما الطويضه سقفت فاتكش مظلمه رشيو الطويضين 500 ميل
وشكرا 500 مليون تغال سخام حاله متضرره زاد التقشف كل شيء كلش زادولو كلش ترونسبور الخضره المواد الاساسيه هي كي وفر غير شني بري تاكس مي شاك تحالف وفر غير شحال يبيع لك ولاش الكونترول ولاش لي كونترولور دي بريمي ريان دي تو اللي تحالف خدم مانيش فغير الزنزه مانيش فغير والدة كي دي الجزائر والله العظيم غير يلحو صربك والدراوش الزوالي وزرغارة ميش يعيش باقي وزرغارة ميش يعيش باقي يعيش كانت كاقي كما نقولو وزرغارة ميش المؤمنين وزرغارة ميش يعيش كاقي لازم يتسلف لازم يتسلف قبل الشهرية المعيشة متدهورة نكني من الذي البحبوحة المالية ونزرار البحبوحة يدي المالية يركون ونزرار والله ما نزرار سير صورة تعمى كنت شاكي بخليل باش وزرغارة نكيني شاكي بخليل لكي وقيلة وزرغارة نكيني والله ما زرع شاكي بخليل باش هذه صوفي الجزائر وكذا قد سادين دي التليفون ذاك دينين باللي شاكي بخليل أساها ديال سالس موس هادشي سقم هادشي قادم هادشي قادم مازال ما تحرشوا براسهم مازال سلاقليا نزيش فما سلاقليا نزيش الله غالب الغالب باش هادي يدي هادشي قادم باقي هادشي قادم لا ماجوريتي هادشي قادم فما يخصك شوية طحن الوعي ولاش ما كانش الشعب هذا مسكين ما كانش لي وعيه نسيتو ما كانش برك لي وعيه فما احنا تربينا زيك ولا مكيني الفغال مينيفيستاسيون بهذا لي ديني انا كان ذاكي وتروحوا يالا فما نسال ثاني نسال الخوف النين وزريغار نسال ما تكسر جدار الخوف لازم جدار الخوف يتكسر والله المستعان واش راح نقول لك مسا عبد العزيز نور الدين كما كنيني شكرا ثاني ميرث من داكشي مضاك كي ناض في كندا راه مسا عبد العزيز نور الدين ذمسلاذ نتدوكلاني على نوكيك خدمنا راه صحيت كما نروح ارث مناطن في كايث ريم ضبر سناباب الاستاذ نبيل فرق الناس كي ناض السلام عليكم الزول في لك كما الزول في الاول مرحبا سي سكاك مثلا نبيل المغربية اعطيكم صحة اللي شاولم اكي بارك ربي مسا قد نتمسلا يعني فوم زوارون شهر مايو 2016 يعني ودي ديك شمني كيدنا الاستاذ صالح دبوز مثلا عبد العزيز نور الدين انك يعني سفاكي ماشي ذي العيد راه تحسوا قداش تمورت الجزائر ارنوياس 1,400,000 يعني قداش نرو خدمنا راه تمورت الجزائر اشهر غدي نيض يعني ثمغلي انك مثلا سي نبيل الو راه دينا كيخدم الجزائر يخدم ياك العالم المنظوم في صحة العالم وين غاسكن في الجزائر ادمينا بالدوري عورنا باسكو ماشي العالم يخدم مازال انت فا خدام مساك الجزائر مازال يستوشيغ 1,500,000 مازال انت فا الكود ترابا نظام الحرب يخدم وخدمنا راه اكل وغان خدمنا بنعم في الحقوق نسن الو تيتا موت الجزائر سيوم اليوم البوفوار اللي خدم اي خدام اصرح تشيتين يرمن شخصاب يرمن يرمن الشعب تسد تشد تسد وهران اليوم دوار يخدم نوني تشيتين الكود ترافاي سن بعنا سعد السنة وهران يعني مثلا نبيل فاكن اكيد سقسي الاخبار اللي لحقن سي 18 قسنطينه وزري غير مسلس الاخبار كي ام ذن 30 سنه ديال العمر يعني خدم راه قداش يظلم هذه روح هذه ولي الوالي يعني سي زعف نيوت لي غن لما نوت جينيرا يعني يحرقي مانيس يعني يمكن الحق ارتمسلت مثلا اش ثاني طلب كلش تموت الجزائر ماشي كان يقسم بينا باسكو تسقسيت البعض ديال تونس عندي وقت مع الجزائر تسدو باسكو يوم هذا حد يشتم ما تركزني يوم هذا واحد يهضر اسدم انا عيطت في الناس وين على الحباس المقسومة تسعدون انا تيت مول كنا نناد ولا كي خدمنا راني فوكاش ندافع من الخدمه ولا كي خدمنا راني فوكاش نقعد ما سيتياسيون سون باسكو مثلا الحالات تدو على كاتاستروف عشان كني باغ اكزومبل اللي عندها مارش ناسيونال au nom de la CIGATA, c'est la Confédération Générale Autonome des Travailleurs
en Algérie, hein. Ce n'est pas des travailleurs algériens, mais des travailleurs en Algérie. Hein. Ça veut dire même un étranger, il a des capacités, il a des capacités, il a le droit à des syndicats. Alors, je vais faire une réplique avec son débat. Ben, il souhaite un mariage, surtout le 1er mai, c'est dommage pour notre pays, c'est dommage. Et le gouvernement algérien, il se dit que les Bémen, il y a un vrai groupe, il y a un semaine de Bémen, on est à Bihara, pour le bain, qu'est-ce qui est fait, on a vu le château de la vie, il y a un sévère, il y a un Non. قمتنا يعني فاكيد سقراسينا بيل مثفغ مساقي يعني تخذ من كرات مسكانين دي تمورت الجزائر تفغم دي برا La CIGATA, le syndicat CIGATA, fraude souveraine dans le Hadi Gverdan, surtout sur la précarité du travail, sur la chadie de la vie, la contractualisation de l'emploi et contre le code de travail, l'avant-projet du code de travail. Alors la CIGATA, c'est un syndicat, c'est une confédération, on dit le SNAPAP, le syndicat SNAPAP à l'intérieur, là, les syndicats du transport, les syndicats des avocats indignés, monsieur de Bouzdakhel, ça a des syndicats de Slateg, la Somalgale, ça a des syndicats des postiers, ça a même les pré-emploi, même les chômeurs à Nesdakhel, la confédération hier. Alors, c'est la confédération de la CIGATA, le Hamas Segmer, le Luad, le Nord, le Nord contre un hyperloquiste. Le projet de l'Amérique Saadé, c'est une catastrophe, mais il y avait Adam, un vertel, qui m'aurait commande, qui m'aurait en France, il y avait toutes les villes en France, c'est un peu de l'autre, c'est un peu de travail. Alors, on a dit, on a dit, alhamdoulilah, c'est pire que ça. Alors, on a déjà pris la règle de l'Amérique Saadé, il y a des gens qui ont été Alors, on a dit, c'est de la catastrophe. Non, je crois qu'il y a des gens qui ont été en train de faire, on va dire que. افكيد كان يعني في الكود ده جيل حاجه كنا جي نعم للوالد وانا سعدين دوما وشقا نعم ها افكيد 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 فور اكزومبل الدواء على جراف الدواء على جراف باش يبقر بور لي بري اكزرسيس دو دواء سينديكال لا الدواء على جراف دي ترافايور باش يقر يفوك ديبوزيت القانوني قرار يفوك ديبوزيت اميكري باش يتكلم انتريالي جراف لوني ما بوقت على فلوس نشكل فيها بيت جراب بس نسيت بلي كاترين ليش ما يقرا جراب بس تبعت كويس لي بروسيدور زين وخدم مال على ريسي بيس يعني القانون بخدم مال على التوي دي نخدم على ريسي بيس كيف اسي تيار من تير ورنا عندها تخدم الكيكي نو جكي طالع ايوا كيف صدا كي ما كان عرف تراك ندم اقليك فاتي القانون ولا ديجا شنا ريسي بيس هي اللي بغانا نساعدين اش فيها انا سي لوجيك اتبعت تخدم جراب وفينا يعني ثورة كي يتصد إننا في القانون كي نعم سيتين تكنيك يعني باش تحفزن يخدم من يعني صلاة دمينيستراسيون أو ليو باش تفاض يعني بلا لوتوريزاسيون نعم سي ديزون طراب يخدم لادمينيستراسيون الجيرية نفسها فلا ألور أنت يعني سي امبوسيبل سي ودي تسمع أشيني كمين بان بيالي الجرام يسمى نفسه في بيالي الجرام ويجي تكارا وكيزي دا ريسيبسيوني بليك أفهم أفهمتك لان ديليفري كيزي دا ريسيبسيون وان ديليفري دا ريسيبسي سندر في دي تكارا أما لكنا أشتريا من الناد دي جاون في القبيلة لها بزاق المسادي جنان دا الزخل أما بار اكزومبل لا جراف مثل عدا لا جراف شمت زخل لا جراف وزمرت انا بار اكزومبل دينو لا تيتيل لو باترون جينا نروح نيغوسي ما نيغوسي وساعتين بدا يدخلوا على جراح وشورتو نعلم في المجاير بلي جامي زون جامي توني لو بروميس ادينا نروح تفنا سنين ما نتيزا دينا لنا رجل المشاكل هي شهر شهرين ابري ودا رجل لنا نمشي القانون ماشي دي قرا جينا نتو ما صرت 50 جرام صرفي بس وزمتا تاع تسكن تسكن مولت لا جرافيش كمثل سينابيل يعني ادن سمسلاي كي ديك يعني زرفانو قداش نتمورت الجزائر ولا شام كيد الناس ثغلاثة معيش ارنوياس يعني اتصل الخبراء دي هضرنا في اللي حالا انت ذمسيت تمورت الجزائر البترول يعني
يحبسنا والحق راه 40 دولار نو سيكيل 2020 يعني وتاليه راه يعني اللي حالات توزير الديوان يعني دي خدم من كرا لي ستاتيستيك دي سبتمبر 2015 يقارض يعني باللي 1,400,000 بنادم دي تمورت الجزائر وخدمنا يعني وذي خدمن ورعاد يعني سقاد نزر فان سن ولاش الحقوق ام كيد النيض اش هاد اللي نتورا في 1,400,000 وكي خدمنا راك مثلا قسم راي قلنا شو مليون وضعني بس مش هي الستاتيستيك الجوفرنمون فقسمه نعم سبتمبر 2015 نعم اسم هذه اللي اكثر صحيت اسم هذه اللي اكثر ماشي نعم. شو ترى يعني مليون 30 مليون بالجيريا ما قلنا شو ماشي مليون وضعني كان يعني ما مليون وضعني وسهلا ولا ما يخدمن خدم من موار وتروح لاسما راه بنتم ترى يخدم يقول قهوه يقول ريستوراسيون يقول ترونسبور اشتري كويت وسعنا راه سيكيورتي سوسيال نفس البروبليم احسن لك عور الخدمه راه تكلم عليك اما يجمع راه نبدي سيرفي دوينس يعني ما في كان ترافيل تري كارس ذاك الاسم مليون مليون و200 مليون وانا يخدم في 8 صباحا من 8 ل 10 الور بور موانتي وانا يخدم راه هو الناس يسد البريكولاج الور كاين البوفوار ايان دو تروفي دي سوليسيون ديال ديس خدمت مي كان يافي 1 مليون دانسكري لي زيكزامان دو كونكور ليديكاسيون 1 مليون باش تضمن 28000 بوست 28000 يعني 900,050 عند العناوين 950,000 ديال القيمة هو جات ديجا تشكري كذا الكونكور ليديكاسيون الو اسكو يعني فريمون كو السيكتور ليديكاسيون كي ريكريت في المغرب هي نساعد دوكا السيكتور اللي فوكاس ندفن عند راه خدمن تبرق روزن سي ار او دو باسيومي لي تاش يعني دفن كتبني فريمون سي وهران تسوي تزكزاوية تاع نديرو السنة تاع المدن زاويات صارف من داني غير من دينا انا راه نشتريها سي بوفوار بيبليك دو تروفي دي سوليسيون الحوايج بارك الله فيك قماتنا ماس نبيل فرقيد ناس ساكنين ثاني ميرثم قراضي مضمبر سناب اب سي ثمنات الفقايث نروح رقمتنا سي عبد الحكيم سي فقايث نرحب سيس السلام عليكم زول فلاك سي عبد الحكيم زول فلاك قماتنا محمد جودي زول لكم دوك هذيك دوك هذيك المغاربيه زول زارين زارين زار براي زار زرا غير ما سلي ضاك مثلا سي عبد الحكيم ما واش وقيت ديك تمنين في كونا كاين ديك شمن الناس كي كيدنا يعني تمسلايا في زرفان بومدان في كادوك قد شنارا الساقي يعني امزوان وشهر مايو ذا العيد يقداش ذا العيد يخدم من ولكن وقيت دينا كلنا يعني ولا شم كانت فرحض سوا سفاكيس العيد قد يثمرت الجزائر اش راه غادي نيك مثلا سي سي معوش كي جوا با جوا با شو يعني هنا قلت عن شو خدمنا الجزائر كما قلنا محمد ما كنتش سمي غير عاد العمال سمي عاد العبيد ايوا خدامي تاهم 2000 ديال 20 دينار 30000 دينار اش راه يعني الشم ها اللي خلص الكلام يا تريشي كي زمان اللي غا الطبيب اللي غا هذه الشهر الراوي شنو غا اللي عايش الراوي شنو شرد يعني ويش دو لسكلافاجيزم سيدك محمد سيدك محمد سيدك محمد كان لك يا 10 مليون دو ترافايور يا 1,500,000 شومر اي هارا ديني 1 مليون دو كونديداي يل كونكور لونسينيمون مي لك لونسينيمون كان يا 1 مليون دو شومر شيك الحاجة يلي دومين اثنين ها شيك سا ديباس لارج ما 10 مليون شومر ان الجيري يعني تكلوي يا شيك سي بو ها اشحال لي شومر اشحال لي زون دي كابي تاع 4 مليون واش نتذكر خدام ما في هون تاع 10 مليون ناس في الجزائر واللي ماشي خدام تي مرات تخلصت 1 مليون 1 مليون دوز كنت لك راه تخلصت 500,000 دريشيتي تخلصت 300,000 مال تخلصت ونعم كي معك تساوت الراوي الراوي الطبيب انت الشرس انت عايش ام كان شبكي وخدام 4 5 مليون امور وياكي لي شندي كاين سناب اب وياك تربريزونتي مي خدام ملك سمور الجزائر لو جي تي ا لو جي تي ا كما سي تي سانديكا C'est un comité de soutien du pouvoir, comité de soutien de Bourguignon. Il ne représente pas le travailleur algérien. C'est un peu comme ça, Mohamed. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est
l'enseignement, la catastrophe, la justice, la santé, alors, qui prennent un il n'y a pas une autre solution, mais il est composé d'incapables, d'incompétents. Il a fait si on a mis le Zaire, il a mis le Zaire, il a mis le Zaire, il a mis les compétences, il a mis le Slahoun, il a mis le Zaire, 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 il a mis le لا حد راه شريف ديال نجمتنا محمد الا قال بدويه يسلحوا ديالو في وزير الجزائري يعني مد مسلاه هذا سي عبد الحكيم في لانكومبيتونس يعني ولاش القدرانه ولاش تزمر ثبول لاغنغ يعني ولاش الاراده باش تخمنا في جدود الجزائري لا نودي مسلاه هذا في سوء التسيير يعني ولاش اسلحوا العاليين يعني انت مسالينا قاد انت مسالينا مثلا معوش لا نودي هضر هذا في ان صروف يعني تاكن تذريم مثل حاجه يعني وكسانا راه المعنى وتدريمت لي حوايجت وقدود الجزائري ما ولاش غير اللي فاقد مسيدة مسلاتا يعني ان داث مورث الجزائر تصرف تدريم لي مقرن في الحاجة وكسانا راه المعنى. ايه لا ريشيرش سيونتيفيك لونسينيمون سوبيريور تالي البيدجي سمتا كلوية وتروح تطلع تبون البيدجي الارمي البيدجي لوي ميم تكني l'organisation mujahidine guinée. Oui, oui, c'est le bien des chômeurs, c'est le bien de la recherche scientifique, oui, le grand cinéma supérieur, oui, il y a la mosquée pour 5 milliards de dollars de Jamaïque, oui, 5 milliards de dollars, il y a des hôpitaux. كل ولاية سبيطار أبدا وجدود الجزائري أمور ويا أزجل وخرمت لرست أزجل قاسبينت أكدا وين أرنولد شوازنيجر أكدا وين تايسون أكدا وين وايت رونالدو أكدا وين شاب خالد توسي أنا أكلا ودريم أدريم وجدود الجزائري توسي أنت لو قاسبي وأين من عم شوكي هنا لا Alors, quand je te dis, la seule solution, c'est de changer ce système qui gère les affaires des Algériens depuis 62. Et là, quand on a l'élection d'une assemblée constituante, je veux dire, il y a un criminel qui a la confiance, il a la compétence. Monsieur a décidé, un général a dénommé un ministre a dénommé Ashraf Liwali. Ministre dit oui, un quota de 50 chambres. À qui t'as donné le directeur d'hôpital de Michel Khalis Khaltis, le ministre, à qui t'as rendu mort. Alors, oui, qui se met le Sahara, nous voulons la chance de faire l'automne et le poste à Sénégal. Attention, dis-nous, maintenant, Abdel Hakim, yani. ثم سالتاكي التدريم في تمورث الجزائري كصوبن البترول كصوبن يعني العوام قد تسن يعني تسلي الحاله تحرص مليح مليح ديال نو الطاقه شوفاكي يعني اش راه غادي نظن السيناريو تولي دار زداد يعني ثم سالتو متياك مثلا عبد الحكيم. فرق جميع لا لو سيستيم يبدل يعني يبدل كل الشارع ما يبدل الاعمال الخير اللي يشتاع يجمر On peut, en toute sécurité. Mais il laisse chemin jusqu'au bout qui s'est gagné au pouvoir. جدود الطلة ينورجستر كده وين يقول ليبيا ان البطل الجيريا انا دوكا انا يقول 40 50 100 قطار من وين يقول دي مليار من تو ساي تورجستر جدود دي الرجلة سيفاري كي بيرشون بيا alors tout tard le système va disparaître on va tout changer c'est la seule solution
قمتنا سي عبد الحكيم، يعني نبغى ثفرات سي جاينك، خاطر يعني امكي دني راك شيني عدن 1,400,000 اثنو خدمنا راه ودي خدمن يعني وبونا راه زرفان نسن، يعني كشيني دي هضر اللي تنرد بلي لو سيستيم كينا النظام الا قد يبدل، يعني الطاسيس قسين تمثال تاكي مكان يبدل النظام كي امكان الحق لاسومبلي كونستيتيون تاكي، يعني مشوار غادي يطولك مثلا امكي اراك توالي السيناريو دي تقدم من يعني عنا يعني تمثالين وبدل لك مثلا سي معوش. لكن راك 2,400,000 سي فو، لاني تفكر لاينس مي راك سي فو مادام 1,000,000 دو كونديدا يل كاين كونكور ريغيلونسينيمون. الوغ سا 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 ديمونتر بلي كاين تقارن بالكلاب. كي قرا كنت لما واحد 2,000,000 شومور الجيري، يا با كان 1,400,000 شومور. سردك مثلا محمد. نعم. انت شنو دينيغ الى الشنديكا. إلا قتلي لا سوليداريتي كارسان. ديكش من لو سانديكا دي جورناليست، لو سانديكا دي ماجيسترا دي زافوكا، عقلك تلاي تا بروكيرور جينيرال يدي شوف انا موندا داري شكيب خليل، خايلو ايكارتي بسون بوست. الوغ ندات لنا لا سوليداريتي للماجيسترا، كاع دي ماجيسترا. لي جورناليست ريت لا شين الخبر كي بي سي، اجراف كي بي سي لواحد الجورنال الخبر، بعثني غير برام، اني غادي نكشم كوم اكسيونير. غريدة عند شو إلا قتلنا لا سوليداريتي لي جورناليست. إلا قرأنا كذا ذا بيتذكر ذي هذه اليوم إلا كنا نبدأ نوفر في مرتكي شي لا سول سوليسيون إلا قد نروح إلى سومبلي كونستيتيون باسكو سي مور في الجزائر في ديماري في ديماري شي لعب جون إلا 62 على لا كونستيتيسيون دو لا سينما الماجيستيك ماشي إلا كذا الجزائري كاع لا كونستيتيسيون تمن دو ألور كنا 62 مع الماجيستيك أي مازالت الحويوة الساكيني et là quand il y aura le tout tout les qui ont besoin quand il y aura le comme ils ont besoin le pouvoir au peuple ça ne tient pas non et là quand on parle article 6 de la constitution actuelle le de ce que tu dis le chab هو مصدر السلطة le peuple est source de pouvoir machine le pouvoir est source de tu les cas source de pouvoir non car le peuple est source de pouvoir. بارك الله فيك تلميذ تلميذ سي عبد الحكيم معوش، نبض الدر ثقر بوهيلاقي وقد يغدي في كانوك ثم زوات الساقي ونديني ثم مير ثم قرات أدن شكرا أدن في ثم مير وقد يكش مني كذ ناغل أستاذ ما صالح بوزي قلان ذي مذبر تدوك اللي قدفع عن تمورث الزير قدفع عن في زرفان بومدان يعني لا ليغ الجيريان بو لا ديفونس دي دروا دو لوم كمثنا ماس عبد الحكيم معوشي قد شندي سيرسيس مناطن بجيكش مديك دناغ ماس عبد العزيز نور الدين قلان ذم سلاذ يعني تدوك اللي بوكا قد شنادي تموت الجزائر كمثنا ماس نبيل فرقيناس دي مدبر نصنا باب سي ثمناط نفقايثا ونديني غوك ثاني ميرثا مقرات سي الجهة الناغة ونديني ننجا وندل هنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.